مشاهدينا الكرام، هذه الأجواء بالطريق السيار من مدينة الدار البيضاء. كل شيء غادي زربان، كل شيء باغي يوصل في الوقت ديال الأذان مباشرة، وهي ما كاينش مشكل ما وصلناش مع الله أكبر حيت بقينا في الميضة، عادي ما غيوقع والو. راه غير بعض المرات بنادم كيبقي برز راسو ولا شي أشياء اللي هي زعما كاينة تافهة وكيقدر يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر. شنو فيها لو واحد النهار تعطلت، وصلت معطل حتى كاع يودن وحتى من ورا الفطور كاع وما نفطرش في الوقت ونفرق صيامي غير بتميرة، ما تنظن ما فيها حتى شي حاجة. ولكن للأسف الشديد كيف ما قلنا بأن بعض الأشخاص كيحسبوا أن خص الله أكبر تلقاه مع الميدة تلقى الفطور هذي، داكشي كان قديم دابا بنادم روعة. يعني بعض الناس الله يهديهم كتكون غادي بواحد السرعة اللي هي فائقة لدرجة أنك يقدر يسبب الخطر للراسو وللآخرين، هادشي راه ماشي معقول. التأني السلامة وفي العجلة الندامة، والإنسان فيما يمشي غير إن شاء الله وما يكون غير داكشي اللي قسم ليه الله. شوفوا دابا لوطوغوت كيفاش دايرة، واش كاينة شي حادثة تسير أولا مبلوكية بلوكيا، الله اعلم. طريق واقفة بلوكاج. مشاهدينا الكرام، هذه الاجواء مدينة الدار البيضاء وطريق السير الرابط ما بين الدار البيضاء المحمدية. الروينة في الطريق، معاشركم بركة مسعودة، والى اللقاء في بث اخر باذن الله.